السلام عليكم، معكم مستر إيهاب عادل. هنكمل اليوم مع بعض في كورس لونج فاولز، الدرس الثاني والدرس بعنوان لونج إي. هناخد الصوت الثاني اللي هو لونج إي. لونج إي ليه أكثر من شكل، هنشوف مع بعض. مش بس حرف الإي فقط، لا، ليه أكثر من شكل تاني. يا اما بيجي اي مفرده في اول الكلام، ولكن بشرط يكون الاي اللي هي الفاول وبعديها كونسونانت يعني حرف ساكن، وبعدين اي حرف متحرك يعني في سي في. كلمه ايجيبت كمان عندي هنا فاول حرف ساكن، والواي احيانا بتعتبر حرف متحرك. فقلنا ايجيبت، نطقنا الصوت اي، هو اسمه اي، هننطق اي. ايفن ايجيبت evil، إذا نطقنا E. تاني نوع من اللونج فاول اللونج E، E وبعدين حرف ساكن وبعدين E، وغالبا بيكون في نهاية الكلمة. طيب نشوف مع بعض. Here هنا E consonant E يعني E حرف ساكن E، فنطق E. here delete، كلمة delete فيها ثلاث حروف للإي، اثنين منهم long vowel. delete الثاني long vowel والثالث long vowel، أما الأخير بيجي لا ينطق، بيكون حرف صامت. complete E ساكن E، طبعا قلنا قاعدة VCV أو vowel consonant vowel complete. طيب نشوف الحالة الثالثة لما يكون معايا E وراها A، دي بيكون كمان long E. long E eat meal team، نطقناهم الاثنين مع بعض، نطقناهم long E. الحالة الثالثة لما يكون عندي double E، double E بكلمة be green tree، نطقناها long E. آخر حالة معايا EY أو بس Y، كلاهما صح، لكلمة key monkey hockey. كمان لو قلنا baby كمان بنطقها long E. ننتقل مع بعض لتفصيل الأصوات. أول حالة معايا اللي هي E فقط، even 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 Egypt 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 evil 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 ego 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 equal 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 evening evening exam exam. طبعا عندي هنا كمان اي وبعد كده حرف ساكن وكده حرف متحرك exam. شوف مع بعض لما يكون الكلمة فيها اي وبعدين حرف ساكن وبعدين اي. here طبعا ايه هنا لا تنطق، هنا مش موجود here، بس في حالة لو انا ازلت حرف الاي هكون her. الاي هنا خذت لي الاي long vowel، فقلنا here بدون اي her. these gene دائما حرف الاي في الاخر لا تنطق وحرف صامت. كلمة delete فيها ثلاث حروف اي، delete والاي هنا لا تنطق. delete عندي اثنين لونج اي، ولكن الثاني اللي هو vowel consonant vowel. delete complete
complete, complete. Theme, theme, theme. الإي لا تنطق. Concrete, concrete, concrete. تمام. إي حرف ساكن و إي. ثالث حالة معانا اللي هي إي أي. إي أي. Eat. عندنا لونج إي. Eat. See. 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 Tea. 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 Leaf. 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 Meal. 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 Seal. 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 Clean. 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 بعدين معايا الدبل اي. دبل اي ده كلمة بي. 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 سي. 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 سليب. 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 ما نقولش اسليب عشان في البعض بينطق اس. هي سليب. Three. 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 Sweet. Sweet. ما قولش sweet. Sweet. الدبليو هنا بتبقى كأنها واو عليها شد. و. Sweet. Meat. 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 طيب هنا لو بدلنا الـ E وحطينا A هتكون نفس الصوت. ميت زي ميت بس التاني بمعنى لحم وميت هنا بمعنى يقابل. تين. 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 آخر شيء معايا يا إما الـ E Y أو الـ Y لوحدها برضو بنطقها لونج E. يعني لو اعطينا مثال كلمة بيبي بي اي بي واي الواي هنا بنطقها اللونج اي. بيبي. كي. 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 ماني. 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 دونكي. 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 تركي. 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 مانكي. 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 هاني. 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 لاحظنا ان دايما الاي واي بيكون لونج اي. كده نكون خلصنا شرح الدرس الثاني من كورس لونج فاولز. يا رب تكونوا استفدتوا. شكرا جزيلا. كان معكم مستر إيهاب عادل.